ديالنا المتابعين الأوفياء متتبعي قناتكم قناة القرب شوف تي في مباشرة معكم من مدينة تطوان. فهذه الصبيحة مدينة تطوان كما جاء في العنوان المباشر فالجو مشمس، الشمس اليوم في مدينة تطوان لكن الأجواء باردة في نفس الوقت. كما أسبق لي شيرت بنشير في مدينة تطوان قرابة الأسبوع لم تعرف تساقطات مطرية أو كل نهار كتعيش يعني جو مختلف. ف بالنسبة للجو الصباحي الدائم في مدينة تطوان فهي هناك برودة وبالنسبة لبعض الأحيان في مدينة تطوان مش معنا فكتكون هناك بعض الضباب يغطي المدينة وكذلك بعض الأحيان كتكون هناك يعني الشمس مشرقة بحال اللي صباح اليوم وبحال اللي كتشاهدوا معنا في البث المباشر. فاليوم بالعكس صباح الجو صافي السماء صافية جدا وهذه هي الأجواء ديالنا في مدينة تطوان. واش فايت ليكم متابعينا اللي كيشاهدوا البث المباشر واش فايت ليكم زرتوا هذه المدينة أو قمتوا بزيارة ديال هذه المدينة مدينة تطوان. مدينة تطوان معروفة كرم ضيافة ديالها والسكينة ديالها طبعا كما كتشوفوا احنا كنعيش معكم هاد الجولة الصباحية في الأجواء الصباحية في مدينة تطوان. طبعا الحمد لله باقي كنتسناو أمطار الخير أمطار البركة فربي حاني كريم والرحمة ديالو ما كتخطاناش ان شاء الله مازال الخير ان شاء الله. حنا مازال في الانتظار مازال غتكون الشتا ان شاء الله. فكما قلت فمدينة تطوان وخصوص يعني في الصباح الباكر احنا متواجدين اليوم خصوصا في نهاية الأسبوع فالحركة في الصباح فهي كتكون قليلة ومع نهاية الأسبوع ما كتكونش يعني أغلب المدارس الخصوصية والعمومية فالأغلب المدارس ما كيشتغلوش يوم السبت عفوا. على داكشي كنلقاو الحركة قليلة في مدينة تطوان وتقريبا يعني الأغلبية مدن الشمال فالحركة في الصباح كتكون حركة قليلة. وانتم كتشاهدوا معنا يعني البث المباشر الجولة الصباحية الأجواء مدينة تطوان. اللي فايت ليه جا مدينة تطوان فهو كيعرف الحالة ديالها والأجواء ديالها خصوصا في الصباح الباكر. اللي ما نساش يجي مدينة تطوان فكنرحبو به. فمدينة تطوان ضيافة ومدينة الكرم
فنتمنى المتابعين ديالنا اللي يلتحقوا بينا. كما كتشوفوا كنعيش معكم هاد الاجواء الصباحيه من شوارع مدينه تطوان. كنعيش جو شتوي في مدينه تطوان. كنت قسنا غير امطار الخير امطار البركه اللي غابت علينا. هذه قرابة أسبوع ماشي على صباح كيف ماشي على صباح كيف شو بدي لعبة شو جيت مع المغرب لا ما عارفة شي معي متابعينا الاعزاء مستمر معكم في الجوله ديالنا اللي كنعيشو معكم في مدينه تطوان واهم شوارع مدينه تطوان حركه في مدينه تطوان. الجو اليوم في مدينه تطوان كاين شويه ديال البروده لكن الجو مشمش في السما صافية كما كتشاهد معانا. الأعمال عندكم قائمة حدا المدرسة كما كتشوفوا إعادة تهيئة طريق هاد الشارع. هنا كاين شويه ديال الحركه حيت هنا كاين مؤسسه عموميه خاصه بالتلاميذ. ف الله يجيب التيسير الله يوفقكم نعطيهم النجاح الشباب وشابات المستقبل ان شاء الله. فحاليا كنعيش معكم علي كل ما ارتفعت الشمس بدات كطلع بزاف فكل ما كتخافض يعني درجة الحرارة. كنعيشو أجواء خصوصا البارحة في مدينة تطوان في منتصف النهار فكانت الشمس قوية بزاف وكان الجو تقريبا صيفي. اللهم ارزقنا أمطار الخير البركة. اللهم سقينا الغيث لأن حنا حاليا في جو شتوي دخلنا في فصل الشتاء ونطلبوا من الله ليعطينا أمطار الخير أمطار البركة ويرحمنا الله بالرحمة ديالو. متابعينا كانت هذه هي الجولة الصباحية ديالنا في مدينة تطوان في الأجواء الصباحية اللي كنعيشو معكم في مدينة تطوان. شكرا على المتابعة ديالكم. نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا على المتابعة. كنتم مباشرة معنا من مدينة الشمال شمال المملكة المغربية مدينة تطوان. فمرحبا بالجميع وجميع الزوار خاصة من باقي ربع المملكة. تحياتي لكم ويومكم مبارك إن شاء الله.